وسهلا فيكم يا أحلى ناس. اليوم موضوعنا كيف نتجهز للامتحانات النهائية. راح نفرجيكم خطوات عملية عشان تتعلموا وتستفيدوا منها لامتحاناتكم انتو، فتابعوا الفيديو. ولكن قبل ما نبدأ كن منحب نذكركم انه الحرب لسه ما خلصت على أهلنا في غزة، ولحد لحظة هذا التصوير انه احنا قادرين عم نصور، فالله يخفف عن أهل غزة ويهونها عليهم. فواجبنا ان نضل ندعي لهم ونشوف أخبارهم وما نمل منها، ونضل نحاول ننصرهم بكل الطرق اللي عنا. هاي جدولنا للامتحانات. انا عملت جدول عشان اجهز الدراسات اللي علي، اللي الاشياء اللي كنت مقصرة فيها او الامتحان يعني كان مو كنت كتير مركزة عليه. شوفوا انا عملت جدول عادي، بس احنا بنقدر انه نعمل نستخدم الاشياء الجاهزة مثل هاي وهاي، بس انا صراحة بحب هذا الجدول لاني بكون انا عارفة ومخططاتي جاهزة عليه للايام والمواد، فعشان هيك انا يوم الامتحان هكون جاهزة بس اراجع وانا الباقي حافظته. الصلاة أمر مهم لازم نعمله أثناء الدراسة لأن توفيقنا بيد الله، وكمان حلو إن ننظم وقت دراستنا على مواعيد الصلوات. استخدام الهايلايتر والاستيكنات والملخصات من أهم الأمور اللي بتساعدنا على الدراسة. احنا بنستخدم هاي الملخصات وهاي الخرائط الذهنية عشان تسهل علينا الدراسة وتكون جاهزة ونعرف الأشياء الأساسية والمعلومات المهمة، واحنا بس نخطط الأشياء نعرف انه هاي لازم نركز عليها وهاي يعني مش كتير نركز عليها، ونحفظ الأشياء المطلوبة. فهون أنا حطيت وخططت الأشياء المهمة عشان بسرعة أركز عليها وما أضطر أحفظ كل إشي وأعرف الأشياء اللي داخلي في الامتحان. مهم كتير أثناء الدراسة إن نحاول نبتعد عن كل المشتتات وخاصة التليفون والتلفزيون، ونقعد بمكان بدون هدول الأشياء. الطرق الأسهل للدراسة هي الدراسة الجماعية، بس قبل ما ندرس جماعي لازم نتأكد من نقطتين. أول إشي إنه ما ندرس يوم الامتحان، وتاني إشي نتأكد من الناس اللي إحنا قاعدين عم نحكي معهم هم بحبوا إنهم يدرسوا ولا جايين بس يضيعوا وقت. إحنا شو بنستفيد من الدراسة الجماعية؟ أول إشي إذا في نقاط مو فاهمينها نفهمها مع بعض وبزيد حفظنا إلها، وإذا أنا سألني حدا إني أفهمه بفهمه، وإذا عندي نقاط ضعف في هاي النقطة بزيد فهمي إلها، وكمان نتبادل المعلومات والخبرات وطرق الحل في هاي المسألة أو هذا الدرس. مو شرط نروح عند بعض عشان ندرس، ممكن إن في أكثر من تطبيق للدراسة مثل الزوم أو تيمز، مرن كلها مع بعض وندرس. في كتير مواد إحنا بنفكر حالنا إن إحنا فاهمين فيها، بس لازم ما نقرأ الأمثلة قراءة، نحلها على ورقة عشان نتأكد إذا إحنا فاهمين، لأنه في شغلات بنطلع مو فاهمينها زي الرياضيات والعلوم. إذا في إشي ما فهمناه بأي درس أو أي إشي تفسير، ما علينا إلا اليوتيوب، بنطلع بنكتب الدرس، بنكتب أي إشي إحنا مو فاهمينه وبطلع لك شرح كامل. بس أهم إشي نهتم على هاي النقطة إنه ما نروح نشوف هدول نزلوا هدول عملوا هدول سووه، بس نركز على النقطة اللي إحنا بدنا إياها من الدراسة، بعدين نرجع نكمل الإشي اللي إحنا فاهمينه. هدول جملتين أسوأ جملتين وقت الدراسة، يلي هي الأولى أنا ذكي ليش بحتاج دراسة، والثانية أنا ما بفهم ليش أدرس. لأنه بالإصرار والدراسة رح ننجح مهما كان مستوى ذكائنا عالي أو لا. إذا كنتوا تعانوا من حفظ المواد تعالوا أعطيكم هاي الخطة. 1. اعملوا خرائط ذهنية أو جداول فيها تلخيص لكل النقاط. 2. نحفظ بصوت عالي. 3.
بعد ما نحفظ نكتب النقاط اللي حفظناها أو التعاريف على دفتر عشان نثبت حفظنا أكتر. وعشان نسهلها حالا الحفظ بنكتب تحت كل فقرة الأسئلة المقترحة إلها. من أهم الأشياء اللي بتساعدنا على استكمال الدراسة إننا ناخد استراحة من لما نكون مضينا بوقت من 40 ل 50 دقيقة دراسة، بناخد استراحة 5 ل 10 دقائق بناكل فيها بنقعد فيها عشان نرجع بنفسية جديدة وتكون هيك يعني مبسوطة للدراسة، لأنه العقل بعد ساعة من الدراسة ببطل يستوعب أو يدخل الأشياء المعلومات اللي زيادة عليه. لازم خلال فترة الامتحانات نحاول إن ما ناكل الأشياء المش مفيدة وخاصة السكريات، ونحاول إن ناكل الأشياء المفيدة وخاصة المكسرات لأنه فيها دهون صحية وبتساعد على تقوية الذاكرة. وإحنا عم ندرس كويس إن نغير أماكن دراستنا عشان هذا الإشي بيساعدنا إن نتذكر هذا الدرس وين كان ونحفظ الأشياء تبعته.